النهارده السودان بيحاكم الرئيس البشير. ظهر الرئيس البشير الرئيس السابق في السودان وهو في طريقه إلى النيابة، بيتحاكم على تهم أهو زي ما حضراتكم شايفين. شوف بقى يعني تقول بقى الدنيا يعني سبحان الله سبحان من له الدوام. فالرئيس البشير الذي كان في الحكم عقود طويلة الآن هو في يد العدالة السودانية، وبيحقق معاه في تهم متعلقة بذمته المالية.